ماذا عن اخبار الاهلي والزمالك؟ كان في جلسه وكلام مهم جدا بين الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي، واللي بالمناسبه سريعا كده عايز اقف مع الجزئيه المتعلقه بدور الكابتن الخطيب في الفتره اللي فاتت. ما هوش دور سهل ابدا، هذا الرجل يمر بوعكه صحيه ودائما وابدا لا يألو جهدا انه يكون موجود مع النادي الاهلي. شفنا ده في السودان وهو كان مريض جدا وسافر، وشفنا ده مؤخرا في السفريه الاخيره بتاعه جنوب افريقيا. على جماهير الاهلي الحقيقه ان هي تفخر ان عندها رئيس نادي بحجم الكابتن محمود الخطيب، حاجه في قمه الادب وفي قمه الاخلاق وفي قمه الهدوء، ودائما وابدا يعمل في هدوء وفي صمت. بقول ده ليه؟ بقول لانه لعيبه النادي الاهلي كانوا في موقف صعب جدا في مباراه سان داونز. الموقف الصعب ده له علاقه بانه الملعب ده نفسه اتهزم عليه الفريق الموسم اللي فات بنتيجه كارثيه بكل ما تحمله الكلمه من معنى. فكان طول الوقت لازم يبقى عندهم وفي مخيلتهم وفي ذهنهم شخصيه وهيبه النادي الاهلي. هيبه النادي الاهلي دي كانت بتواجد الكابتن محمود الخطيب معاهم في البعثه، واللي اظن انه كان يعني رغم تحامله على نفسه الا انه كان قرار صائب وبنسبه 100%. كابتن محمود الخطيب كان اتكلم مع رينيه فايلر في التجديد للفريق. رينيه المفروض انه عقده في بند بينص على التجديد الموسم اللي جاي. الاهلي بيتكلم ان هو يجدد له من دلوقتي بغض النظر عن المرحله اللي جايه. والحقيقه ان هو ده الراجل ده بالتفاصيل دي هو اللي يستحق ان الاهلي يحط عليه كلمة مشروع. قلنا من الأول وأنا ما بنساش الكلام اللي أنا بقوله، إنه اختيار رينيه فايلر بمعنى أصح مغامرة أو مقامرة، ولما حبيت أشبهها قلت هي بالظبط عاملة زي البطيخة، يا تطلع حمرة ومرملة يا تطلع قرعة وبيضة، لأنه الراجل ما هواش جاي لك بسي في ولا هو اشتغل في افريقيا. فمن سيتحمل كل القصه سلبا في حاله الفشل هو مجلس الاداره، عشان بس نبقى منطقيين جدا في الكلام اللي احنا بنقوله. مشيت بقى الدنيا حلو، الناس بتنسى، فاحنا ما بننساش بقى. ده دور مجلس الاداره انه يجيب راجل زي رينيه فايلر يمشي بالشكل ده. وبغض النظر عما هو قادم، الاهلي بينوي وبشده التجديد للراجل، والراجل ده ينفع فعلا يتحط عليه كلمه مشروع. كلمة مشروع دي الأجانب دايما بيشتغلوا عليها، احنا شفنا السيتي بيفكر كده، شفنا ليفربول بيفكر كده. مشروع يعني أنت ما بتفكرش لنفسك على النص سيزون، يعني ما بتتكلمش في خمس ست شهور وتشوف الدنيا هتمشي إزاي. مشروع أنت ما بتتكلمش مثلا سنة. مشروع يعني أنت بتحط أربع سنين من عمرك، من تفكيرك، من جهدك مع قطاعات الناشئين المختلفة، من تعاقداتك الخارجية، مع أهدافك وطموحاتك، وأنت فريق كبير وعندك أمال كبيرة، فأنت ما بتبصش تحت رجلك، أنت بتبص فيما بعد. الراجل ده ينفع يتعمل معاه كده. مع كامل تقديري واحترامي، كان في مديرين فنيين آخرين كانوا قادموا إلى النادي الأهلي آخرهم الحاج الأسرتي، ده ما ينفعش، يعني ما ينفعش، بس مش يمر النادي الأهلي ولا أي نادي تقريبا كان من الدوري الممتاز، بحكم حتى اللي احنا شفناه في إدارته للمباريات المختلفة للنادي الأهلي.